السلام عليكم أعزائي التلاميذ والتلميذات، عدنا لكم في درس جديد ألا وهو دوران الأرض حول الشمس. هذا الدرس هو من دروس نشاط مادة نشاط العلمي لمستوى السادس ابتدائي في موضوع الفلك. في الدرس السابق تعرفنا على حركة ظاهرية للشمس، على أن حركة الشمس هي مجرد حركة ظاهرية وليست بحركة حقيقية، وتعرفنا على أن الكرة الأرضية هي التي تدور حول نفسها وتستغرق ما يقارب 23 ساعة و 56 دقيقة، أي أن الكرة الأرضية لتقوم بدورة كاملة حول نفسها تستغرق تقريبا يوما كاملا. وفي درس اليوم سوف نتطرق إلى دوران الأرض حول الشمس. إذن اليوم سوف نتعرف على دوران الكرة الأرضية حول الشمس، ونتعرف على السنة الكبيسة والسنة البسيطة، وما الفرق ما بين السنة البسيطة والسنة الكبيسة، وكم هو عدد أيام السنة البسيطة، وكم هو عدد السنة الكبيسة، وما العلاقة بين هذين السنتين. وسوف ننجز نموذجا يبين دوران الأرض حول الشمس، وفي النهاية يمكن أن نستثمر هذه التعلمات في وضعية جديدة. إذن كتمهيد للدرس، قام بعض التلاميذ بملاحظة أن ظل الإطار نافذة قاعة الدرس يتغير على مدار السنة، فأرادوا معرفة ذلك، يعني لماذا يتغير هذا الظل داخل قاعة الدرس، يعني لا يكون في نفس موضع السنة كاملة، يعني هذا الظل يتغير من مكان إلى مكان كل ما تغيرت الشهور، يعني ممكن ثلاثة أشهر يتغير، أو شهر، يعني يتغير موضعه في نفس الوقت مثلا وفي نفس اليوم، ولكن الظل يوجد بأماكن مختلفة، يعني ما السبب في ذلك؟ يعني سوف نحاول الإجابة عن هذا السؤال في هذا الدرس إن شاء الله. إذن النشاط الأول سوف نقوم ببناء تعلمات إن شاء الله. إذن سوف نلاحظ ونفسر هذه الظاهرة التي هي كالتالي: قام قياس طول ظل العصا المثبتة، أو لتم قياس طول ظل العصا المثبتة في ساحة المدرسة. يعني أول معلومة استغلها هي أن هذان الشخصان يوجدان داخل المدرسة ولديهم عصا مثبتة هنا، ويقوموا بقياس طول هذا الظل كل مثلا على أربع فترات من السنة الدراسية، يعني السنة الدراسية التي يدرسون فيها. قاموا مثلا بقياس الظل أربع مرات في هذه السنة، ولكن كانت نتائجها كالتالي: يعني مثلا يوم 21 سبتمبر و 21 مارس، يعني على الساعة 12 زوالا، كانت نفس النتيجة، يعني قياسان حصلوا على نفس النتيجة. ولكن مثلا يوم 21 ديسمبر على الساعة 12 حصلوا على طول مغاير، يعني مخالف أو لا يزيد أكثر من 65، أي 80 سنتيمترا. ولكن في اليوم 21 يونيو على الساعة 2 زوالا حصلوا على 50 سنتيمترا. إذن السؤال المطروح: أقارن بين أطوال ظلال في فترات أربع، يعني لدينا هنا فترات أربع، وسوف نقارن بين هذه الاختلافات أو هذه النتائج، ونوضح سبب هذا الاختلاف ما بين هذه النتائج. إذن سوف مثلا نحاول أن نوصف هذه المعطيات إلى شكل مفهم أكثر. إذن مثلا نحن لدينا مدرسة ولدينا سنة دراسية، إذن سوف نحاول نبدأ مثلا من بداية السنة الدراسية. جيد، إذن السنة الدراسية مثلا تبدأ في شهر شتنبر، بعد ذلك دجنبر، وبعد ذلك مثلا مارس، وبعد ذلك يونيو. إذن سوف نقوم بترتيب هذه الشهور، وبعد ذلك نسعى في شرح هذه التغيرات. إذن مثلا هذه الجدول، مثل هذا الجدول، فقط قمت هنا بتبسيطه. الشهور الدراسية مثلا 21 مارس، يعني شهر 3،
21 مارس أي شهر 6، وبعد ذلك 21 مارس أي شهر 9، وبعد ذلك 21 مارس شهر 12. إذن سوف مثلا ننطلق مثلا من الدخول المدرسي، يعني عند الدخول المدرسي يعني شتنبر أي شهر 9 يكون الدخول المدرسي. يعني في الدخول المدرسي خصوصا في اليوم 21 شتنبر على الساعة 12:00 زوالا، قاموا بقياس طول هذه العصا فوجدوا طول الظل يساوي 65 سنتيمترا، ولكن بعد مرور مثلا 3 أشهر فحصلوا على ظل أطول من هذا الظل ب 15 سنتيمترا، يعني 80 ناقص 65 تساوي 15 سنتيمترا، يعني الزيادة ب 15 سنتيمتر، ولكن سرعان ما انخفض هذا الظل إلى 65 في شهر مارس، وبعد ذلك ليصبح 50 سنتيمترا في شهر يونيو. إذن هذا هو تحليل بسيط لهذه النتائج. نلاحظ أن أطوال الظل تتغير من فترة إلى أخرى، فعند الدخول المدرسي أي شهر سبتمبر كان طول الظل العصا 65 سنتيمترا، وبعد مرور مثلا 3 أشهر ازداد ليصبح 80 سنتيمترا، ولكن بعد ذلك بدأ في الانخفاض ليصبح 65 سنتيمترا في شهر مارس، ليصل في شهر يونيو أي في نهاية السنة الدراسية إلى 50 سنتيمترا. السؤال المطروح أولا، ما سبب هذا التغير؟ يعني علاش كاين هذا التغير في الظل؟ يعني نفس العصا ونفس التوقيت ونفس اليوم ونحصل على طول مغاير لهذا الظل، يعني ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك هو أن الكرة الأرضية في دوران حول الشمس، يعني أن الكرة الأرضية في دوران حول الشمس، إذن كل شهر تكون هي في موضع، يعني لا تكون في مثلا هذه الكرة الشمسية هنا والكرة الأرضية تدور عليها، يعني سوف نرى هذا في النشاط الموالي إن شاء الله. يعني السبب في هذا هو دوران الأرض حول الشمس. وفي النشاط الثاني سوف أكتشف دوران الأرض حول الشمس بواسطة نموذج. إذن سوف نقوم بنموذج التالي لمعرفة دوران الأرض حول الشمس. إذن أول مرحلة سوف نقوم بتثبيت برغي على مجسم الكرة الأرضية كما لاحظنا في أنشطة سابقة. البرغي سوف نقوم بتثبيته وتوجيهه مباشرة نحو المصباح لملاحظة ظله كيف يتغير. أضع المجسم على طاولة في غرفة مظلمة من المصدر الضوئي، يعني لرؤية هذا الظل بشكل واضح لا بد أن تقوم بهذه التجربة في غرفة مظلمة لتستطيع رؤية هذا الظل وتستطيع رؤية هذه المنطقة المظلمة وهذه المنطقة المضاءة. أدير المجسم حول مصدر ضوئي من اليمين إلى اليسار لأمثل ظلال للعصا في كل فترة بحيث يكون البرغي في كل وضعية موجها للمصدر الضوئي. يعني أول شيء يعني هذا البرغي يجب أن يكون في موجها نحو المصدر الضوئي كما قلنا في بداية التجربة، وهذا المجسم سوف نقوم بإدارته أو بدورانه حول المصدر الضوئي من اليمين نحو اليسار. يعني هذا المصدر الضوئي سوف نقوم بدورانه بهذه الطريقة، يعني المرة الأولى هنايا ما نجيبه من بعد هنا من بعد ربطه هنايا، ولكن دائما هذا البرغي هذا كيبقى له، يعني فقط كندورو هذه الكرة الأرضية حول المصدر الضوئي، يعني هذا المصدر الضوئي هنايا كيلعب دور ديال الشمس. يعني المرة الأولى يكون هنا، المرة الثانية نجيبو لهنايا كنلاحظو مثلا الطير عم نبقاو نلاحظو الطير شنو كيوقع له، من بعد عاوتاني نجيبو لهنا نلاحظ الظل ماذا يقع، والمرحلة الرابعة نجيبو لهنايا ونلاحظ الظل ماذا يحدث له. جيد، إذا وفي كل مثلا حالة يعني نلاحظ الظل كيف يصير، يعني المسافة ديال الظل شحال، واش كتكبر واش كتصغر واش شنو كيوقع له. إذا وفي النهاية سوف نقوم باستنتاج من هذه المناولة سبب اختلاف طول الظلال من فصل إلى آخر.
إذن كما قلنا أن هذه هنا الأربع حالات، هذه الأربع حالات تمثل أربع فصول. جيد، إذن مثلا هذه المرحلة تمثل مثلا فصل بداية فصل الصيف، وهذه المرحلة تمثل مثلا بداية الخريف، وهذه المرحلة تمثل بداية مثلا بداية الخريف مثلا بداية الشتاء، وهذه المرحلة تمثل بداية فصل الربيع. جيد، إذن لماذا يوجد هذا الاختلاف ما بين هذين الأماكن؟ إذن أول شيء سوف نتحدث لحظة نتحدث عن شكل الكرة الأرضية وكيف هي. إذن نبدأ مثلا بالتحدث عن محور دوران الكرة الأرضية. لاحظتم أن محور دوران الكرة الأرضية مائل، لاحظتم أنه مائل وليس بشكل عمودي، ليس عموديا. جيد، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، لاحظوا معي هذه المنطقة، ولاحظوا معي هذه المنطقة هنا. إذن هذه المنطقة هنا منطقة مضاءة، والمنطقة الأخرى منطقة غير مضاءة. جيد، إذا ما هو السبب وجود مثلا هذه المنطقة هنا مضاءة وهنا منطقة غير مضاءة؟ السبب في ذلك هو هذه الزوايا الميلان، يعني هنا مثلا يكون النهار وهنا يكون الليل. إذا مثلا كم تساوي هذه زوايا الميلان؟ يعني الزاوية دي كم تساوي؟ تلك الزاوية مثلا تساوي 23.5 درجة، يعني تساوي الزاوية دي تساوي 23.5 درجة. إذا لذلك مثلا عندما تدور هذه الكرة الأرضية حول الشمس فهي تشكل تعاقب الفصول، تشكل تعاقب الفصول الأربع. وهذا الدرس ديال تعاقب الفصول الأربع سوف نخصص له حصة بأكملها لشرح تعاقب الفصول الأربع. جيد، إذا هنا ما سبب اختلاف طول الظل من فصل إلى آخر؟ مثلا علاش هذا الظل هذا مثلا كان هنايا أطول من بعد أصبح مثلا أصغر، كما لاحظنا في النشاط الأول. لاحظنا مثلا في النشاط كان مثلا 60 أو 50 وأصبح 80، وبعد ذلك أصبح 65، وفي الأخير أصبح 50، يعني اختلاف في الفصول. جيد، إذا السبب في ذلك هو وجود ميلان في محور دوران الكرة الأرضية، يعني سبب اختلاف طول الظلال من فصل إلى آخر هو دوران الأرض حول الشمس، وأن محور دورانها مائل بزاوية تقدر ب 23.5 درجة. جيد، إذا إذا بقت مثلا الكرة الأرضية هنايا ميمكنش هاد الظل هذا يتغير، يعني في أي ساعة غادي نلقاو نفس الظل، ولكن باش كيجي مثلا هاد الشهر هذا أو هاد الفصل هذا كتلقى مثلا هاد الشمس، مصدر الشمس الكرة الأرضية غير موجودة في نفس المكان، يعني هاد الظل هذا يتغير، وهذا هو السبب الحقيقي لتغير هذا الظل، وجود هاد الاختلافات في الظل، يعني أن موضع الكرة الأرضية يتغير من فصل لآخر، يعني أن الكرة الأرضية كم تقوم بدورة كاملة في السنة، يعني المدة المستغرقة لإتمام دورة كاملة حول الشمس هي سنة كاملة. جيد، لاحظتم أن هنا مثلا قلنا فصل وهنا فصل وهنا فصل وهنا فصل، مثلا هنا بداية فصل الصيف، هنا بداية فصل الخريف، هنا بداية فصل الشتاء، وهنا بداية فصل الربيع. إذا الكرة الأرضية تقوم بدورة كاملة في سنة واحدة، وسوف نرى هذا في النشاط القادم إن شاء الله. إذا المدة الزمنية التي تستغرقها الأرض للقيام بدورة كاملة حول الشمس، يعني هي سنة، أو يعني بشكل أدق هي 365 يوما وربع يوم، يعني المدة التي تقوم بها
ولا التي تستغرقها الأرض للقيام بدورة كاملة حول الشمس هي 365 يوما وربع يوم. إذا هذا الربع يوم هو اللي غادي نخدموا عليه إن شاء الله في النشاط التالي. ما هي مدة دوران الأرض حول الشمس؟ إذا هذا السؤال سوف أجيب عنه ببعض المعلومات. إذا أول معلومة أن الأرض تدور حول الشمس دورة كاملة، يعني أن الأرض تدور حول الشمس دورة كاملة مدتها 365 يوما وربع يوم، ربع يوم أي 6 ساعات. هذا ما لاحظناه أو لما وصلنا إليه في النشاط الثاني. هذا ربع يوم هذا يعني بحال بقينا كنهملوه لتسيير الحساب. كيف نهمله؟ يعني لتسيير الحساب يتم اعتبار 3 سنوات مكونة من 365 يوما، يعني هاد الثلاثة ديال السنوات كنهملو هاد 6 ساعات، هاد ربع يوم هذا كنهملو 3 سنين، وتسمى سنة بسيطة. هاد الثلاث سنوات التي نهمل فيها هاد 6 ساعات تسمى سنة بسيطة. ثم يأتي السنة الرابعة التي مدتها 366 يوما ونسميها سنة كبيسة. لماذا هنا 366؟ لاحظوا معي، ثلاث سنوات أهملنا ربع يوم، والسنة الرابعة أضفنا يوم. إذن ماذا هناك؟ إذن ربع يوم أربع مرات يساوي يوم، وتلك اليوم نضيفه إلى السنة الرابعة. جيد، إذن لنقوم بشرح ذلك في هذه الخطوة. مثلا عندنا ربع يوم أربع مرات، ربع يوم زائد ربع يوم زائد ربع يوم زائد ربع يوم. مثلا كانت عندنا واحد السنة كبيسة، مثلا 2016 مثلا كانت سنة كبيسة، مثلا 2017 غنعتبروها سنة بسيطة، 2018 غنعتبروها سنة بسيطة، 2019 غنعتبروها سنة بسيطة، ولكن 2020 غادي نعتبروها سنة كبيسة. علاش؟ علاش 2020 اللي هي هاد السنة هادي راه سنة كبيسة؟ علاش؟ لأن شهر فبراير كان فيه 29 يوم وليس 28 يوم. إذا لاحظنا مثلا 2017 و 2018 و 2019 فبراير كان مكون من 28 يوما. إذا هذا اليوم الذي يتشكل من هذه السنوات الأربعة نضيفه إلى شهر فبراير. جيد، إذا كيف نحسب اليوم المضاف إلى السنة الرابعة؟ يعني هذا اليوم هذا الذي نضيفه إلى السنة الرابعة كيف يتم حسابه؟ يعني يتم حسابه عن طريق جمع ثلاث سنوات السابقة إلى السنة الرابعة. جيد، يعني نحسب اليوم المضاف إلى السنة الرابعة بجمع 6 ساعات لثلاث سنوات السابقة. أحدد الشهر الذي ينضاف له كل ذلك اليوم، يعني هذا اليوم ينضاف إلى شهر فبراير. جيد، ينضاف إلى شهر فبراير. إذن لنشتغل على هذا المثال، نعتبر سنة 2004 سنة كبيسة، أحدد سنتين كبيستين السابقتين. إذن باش نعرفوا السنوات الكبيسة السابقة، يعني يكفي أن نزيل أربع سنوات، مثلا 2004 نتم عملية ناقص لأربع سنوات، يعني 2004 ناقص 4 لتصبح 2000، و 2000 يعني طرحوا منها 4 تصبح 1996. ثم بعد ذلك السنتين الكبيستين التاليتين لها، يعني اللي جاي مور 2004، اللي جاي من 2004 نزيدوا عليها 4 تولي 2004 زدنا عليها 4 تولي 2008، اللي زدنا عليها 4 سنوات أخرى تصبح 2012، اللي زدنا عليها 4 سنوات أخرى تصبح 16، و 16 كانت سنة كبيسة، واللي زدنا عليها 4 سنوات أصبح هي 2020، 2020 هي اللي هي دابا. إذا 2020 لاحظنا بأن شهر فبراير كان يتكون من 29 يوما أي سنة كبيسة. إذا جواب بكل بساطة، يعني السنة الكبيستين السابقتين هما 1996 اللي زدنا عليها 4 واللي هي 2000، يعني هما 1994 و 2000، ولكن السنة الكبيستين التاليتين على 2004 هما 2008 و 2012، يعني كنبقاو نزيدو 4 سنين 4 سنين 4 سنين كما لاحظتم في هذا المثال. إذا الله يرضى عليكم، إذا الأرض شحال كتستغرق باش تدور على الشمس؟ كتستغرق 365 يوم وربع يوم، أو تستغرق 365 يوما و 6 ساعات. جيد،
إذن هاد 6 ساعات هي اللي خرجت لنا مفهوم السنة البسيطة والسنة الكبيسة. إذن سنة الكبيسة يأتي مراها 3 سنوات سنة بسيطة، والسنة الرابعة تكون سنة كبيسة. جيد، إذن ببناء خلاصة لهذا الدرس، كم للأرض من دورة؟ أن للأرض دورتان، كما لاحظنا في الدرس الأول أن للأرض دورة حول نفسها ودورة حول الشمس في الدرس اليوم. إذن ما طبيعة كل دورة؟ أن الطبيعة مثلا الدورة الأولى تكون طبيعتها، يعني الطبيعة تكون أن ذلك الدوران يكون حول نفسها، ولكن في درس اليوم أن تلك الطبيعة تكون دوران حول الشمس. جيد، إذن حركة الأرض، يعني كما قلنا أن للأرض دورتان، يعني الدورة الأولى أن الأرض تدور حول نفسها، والحركة الثانية أن الأرض تدور حول الشمس، هذا هو الشمس، وأن الأرض تقوم بدورتين، الدورة الأولى حول نفسها والدورة الثانية حول الشمس، وأن للأرض دورتان، وطبيعة كل دورة أن الدورة الأولى تكون حول نفسها والدورة الأخرى تكون حول الشمس. إذن ما هي المدة المستغرقة لكل دورة؟ بالنسبة للدورة حول نفسها تستغرق ما تقريبا 24 ساعة، يعني تستغرق يوما كاملا، يعني بالتفصيل تستغرق 23 ساعة و56 دقيقة، ولكن دوران الأرض حول الشمس يستغرق 365 يوما وربع يوم. كم عدد الأيام كل من السنة البسيطة والكبيسة؟ إذن عدد أيام السنة البسيطة هو 365 يوما، ولكن السنة عدد أيام السنة الكبيسة هو 366 يوما. إذن هذه المعلومة سوف نستغل هذه المعلومات إن شاء الله، ونجيب على تساؤل لهذا الاستفسار لهذه التلميذة. فسرت هذه المتعلمة اختلاف طول ظل العصا من فصل إلى آخر، يعني مثلا هنا كان فصل مثلا شتاء مثلا، وهنا فصل خريف مثلا. الظل على فصول السنة، هنا الظل العصا نفسها في، يعني هذا الرسم لهذه التلميذة، هنا رسمة يعني رسمة هذا المجسم بطريقة صحيحة، وهنا نلاحظ أن الكرة المحور دوران بطريقة خاطئة. إذن قالت أن تتغير طول الظل لأن الأرض يعني تميل نحو الشمس. هل الأرض تميل نحو الشمس؟ مستحيل، نحن نعرف أن الأرض تدور حول نفسها وأن الأرض تدور حول الشمس، هذا ما توصلنا إليه في الدرسين السابقين. إذن هل توافق هذه التلميذة أو هذه المتعلمة في تفسيرها ولماذا؟ أنا لا أوافق هذه المتعلمة في هذا التفسير، لأن الكرة الأرضية لا تميل نحو الشمس، ولكن أن الكرة الأرضية تقوم بالدوران حول نفسها مشكلة تعاقب الليل والنهار، وتقوم بدورة حول الشمس مشكلة تعاقب الفصول، وهذا ما سوف نراه في الحصص السابقة، الحصص القادمة إن شاء الله، يعني أن الأرض تقوم بدورة حول نفسها مشكلة تعاقب الليل والنهار، وتقوم بدورة حول الشمس مشكلة تعاقب الفصول. إذن الكلمة المهمة باللغة الفرنسية دوران الأرض روتاسيون دو لا تير وظل أومبر. إذن الدرس المقبل سوف يكون تعاقب الليل والنهار، هذا التعاقب الليل والنهار كما توصلنا إليه قلنا هو بسبب دوران الأرض حول نفسها. إذن إلى درس المقبل إن شاء الله، إلى اللقاء.